السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بينشئ 3D بشكل قوي جدا، بيستعين بالذكاء الصناعي وبيستعين بالتعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، بحيث إن هو يعرض لنا نماذج ثلاثية الأبعاد فائقة الجودة، يقدر يخلينا نتخيل المشروع بشكل كويس. ممكن المعماريين برضو يستخدموه بشكل حلو. طيب هنجرب البيتا، فده الواجهة بتاعته، ونقدر ان احنا نعمل سيرش على حاجة معينة ايربا مثلا اهوت، وتقدر تشوف الاشكال اللي موجودة. ومجرد ان انت تدوس عليها يبدأ العنصر يبقى موجود، وتقدر ان انت تتحكم في درجة التفاصيل بتاعته. تقدر تتحكم في الخصائص بتاعته زي مثلا الهاي واللينس، يتغير معاك بشكل تلقائي. طبعا انت مش مسططش اي برامج ولا حاجة خالص، انت بتشتغل اونلاين بشكل سهل جدا وبسيط. تقدر تتحكم فيه، تقدر ان انت تشوف كأن في شخص موجود، في كاميرا موجودة. تقدر تعمل فوكس على العنصر، تقدر تحط عناصر كتيرة، تقدر تعمل اكسبورت للعناصر اللي انت ضايفها. بالشكل دوت تقدر تخفي توب 1، او تقدر ان انت تكبرها تصغرها، تقدر تتحكم في كل العناصر زي ما انت عايز، تعدي عليها زي ما انت عايز.